السلام عليكم الاخوان، كديرين؟ كل شيء مزيان. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو تتمه ديال الفيديو اللي فات، غادي نكمل لكم الازمنه ديال السلعه كامله اللي باغا. ولكن قبل ما نمشي ندير لكم هذه الدوره هذه على السلعه، على الموديلات، على الازمنه، جاتنا واحد السلعه مليحه بخصوص الناس ديال الجمله. جاتنا واحد الجيليات اللي هما ديال برا، شي حاجه مخدومه ناضيه، أثمنة مناسبة. عندنا جوج موديلات، عندنا هذا بالقب كما كتشوفوا، وعندنا بلا قب. غادي نوري لكم ملبوس، غادي نهضروا على التفاصيل ديال هذا الجيلي هو الأول، عاد نمشيو إن شاء الله نشوفوا السلعة ونشوفوا الأثمنة. هذا الجيلي الإخوان، هذا الجيلي طايح على الأوريجينال. أول حاجة باش تكونوا فاهمين، طايحينو على الأوريجينال، السنيسلة للداخل، لا مارك الانترناسيونال معروفه، الخدمه ديال الجيلي كلها فينيا، لا فينيسيو ما نذكروش عليها. هانتوما الاخوان كل شيء غادي نوريه لكم. هادو بالنسبه للناس ديال الجمله وكيفهموا في السلعه. شوفوا معايا مزيان، ولكن هاد السلعه هذه راه مصوبه غير في شينوا، مصوبه في شينوا غير كيف ما هضرت معكم شحال هذه على هاد الجاكيطه هذه اللي لابسها نيت. هاد السلعه هذه كيفرضوا عليها، يصوبوا لهم واحد الجوده، يعني واحد المعايير ديال الجوده اللي كتكون طالعه قريبه للاوريجينال، يعني كوبي كولي ما يكونش فرق. وغير هي بالنسبه للثمن كتكون رخيصه. بالنسبه لهذا في الاوريجينال هذا الارماني هذا راكم عارفين 2000 درهم 2500 3000 درهم، يعني لي مارك اللي هما هودكا. هذا الاخوان بالنسبه للجمله درنا ليه ثمن رخيص، الناس اللي باغيين سيري ولا جوج ولا ثلاثه ولا 40 بياسه راه الخير موجود الحمد لله. السنيسله جاتكم بها خطيره، السنيسله اللي الرقيق، عارف ديك السنيسله انا غنسد لكم بعدا باش تشوفوا السنسله. وحتى الناس ديال التقسيط اللي بغى شي حاجه مرحبا به، انا غادي نخليكم غير الثمن ديال التقسيط، غير الثمن الجمله كيبقى بينه وبين الناس اللي باغيين الجمله، يعني اللي باغي 40 باغي 100 باغي 20 ماشي مشكل. سنيسلة خطيرة دايرين ليه، شوفوا ليا ملي كيتسد كيتولي. جاكم بواحد الجويب هنا الاخوان، والسنيسلة اللي ما كتبانش، عارفين السلسلة هذه ما كتبانش ومضروبة فيها ارماني، وهنا يعني السيري ديالو او الموديل ديالو هو هذا، والقب ديالو الاخوان مضروبة فيه هنا الفوق الارماني. هنا بالنسبة يعني غير الخيط ديال التيكيت كتلقاو فيه الارماني، اما بالنسبة للتيكيت الاخوان كما كتشوفوا بونجا، ادرا بونجا، وهاد الاخر هادي، هادشي هو اللي في الاوريجينال كتلقاو فيه. بالنسبة الراس ديال السلسلة كما كتشوفوا ارماني. هادي السلعة الاخوان ديال اليوم، سلعة خطيرة. غادي نوريكم اللي بلاقب ديالو، تشوفوا اللبسه ديالو، وجاكم بالكحل والبلو مارين، الفصاله ايفازي زوينه، الناس ديال السبور كما كتشوفوا. القدام ديالو هادو الكتريك، هاد التويشيات هادو اللي كتشوفهم هنا الكتريك، واللبسه ما نذكروش. دابا غنمشي نوريكم الاخر ديالو اللي في المانكاه، عاش نمشيو ان شاء الله نشوفوا الاسمنه ديال السلعه الاخرى. جيل الاخوان هو هذا النوار ديالو، هذا النوار ديالو، شوفوا ليا الباندا اللي دايرين ليه باش مضروبه، لاستين اللور هنا الفوق، هاد الباندا هادي كلها ارماني، كلها سيني الاخوان. الخياطه اللي دايرين ليه هنا مع الضوء الاخوان كيبان لكم كحل، يعني بحال الكري، هو راه بلاك نوار بلاك. سنيسله ارماني حتى هو السلسله رقيقه، هذه ملي كتسد كتولي كلها ارماني، ملي كتسد كتولي ارماني كيف ما وريتكم، غير هذا بلقب الاخوان، والاخر اللي وريتكم بالقب، هادو الكتريك اللي كتشوفوا. السين تلتحت حتى هي كلها ارماني، خلينا ملي كتسلعت السوق ولا هذه ولا راه وقتها سلعت شينوا الاخوان، ولكن طب اخر ما كاين في السوق الاخوان. سلعه مليحه ومرحبا، الفصاله كما كتشوفوا، وراه هذا هو الجيل الاخوان. ودابا نمشيو نكملوا لا فيديو ديالنا بالنسبه للسلعه الاخرى
والاثمنه ديالها. المهم الاخوان شفتوا الجيلي بالقب والجيلي بلا قب. بالنسبه للناس ديال التقسيط الناس ديالنا يعني اللي كيتقداو من عندنا كيبقاو لكم 250 درهم. بالنسبه للناس ديال الجمله اللي بغى شي حاجه غادي نخليكم النيمورو التليفون ديالي، انا راه كنخليكم النيمورو التليفون في صندوق الوصف، ولكن دابا غنخلي لكم ان شاء الله على الشاشه كيف ما كتشوفوا باش اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا على هذا الجيل. ودابا الاخوان الحباب ديالنا غادي نمشي نكمل لكم تتمه ديال السلعه اللي عندنا في المحل ونشوفوا الاثمنه ديالها. وبخصوص الناس اللي هضروا معايا على الجين الفيديو اللي فات قالوا لي عبد الواحد عود سرح لنا السلعه نشوفوا الموديلات، هذيك السلعه كامل اللي درت عليها الاخوان راه كل حاجه بالفيديو ديالها. الى رجعتوا الفيديوهات ديال الجينات غادي تلقاو كل موديل والاثمنه ديالو. غير باش نختصر لكم الوقت وما نطولش عليكم لا فيديو الاخوان، وريتكم غير السلعه يعني لا باز وهضرنا على الاثمنه. اللي بغى شي حاجه راه يمشي للفيديو يتفرج، واللي عجبه شي حاجه مرحبا به. وهذا هو اللي كاين الاخوان، نمشيو على بركه الله نكملوا الاثمنه ديالنا ان شاء الله. على بركه الله الاخوان غادي نمشيو ونكملوا السلعه ديالنا اللي كنا هضرنا عليها بالنسبه للخصوص الجير راه حنا دوينا عليه، دوينا خليناها في السيرفيطه هي الاخرى. هاد السيرفيطه هادي وهاد السيرفيطه هادي. ودابا الاخوان بالنسبه لسويت عندنا هاد لسويت هادو ديال بولو اللي كتشوفوا ديال ديسكوارد، هادو غير لوكال كيبقاو لكم 100 درهم. وعندنا هادو ديال تركيا 140 درهم. وعندنا سكالبر اللي هما اوريجينال الاخوان، هاد الصف كامل اللي كتشوفوا بقى فيهم بيستاج غرينوار الغوج بريك تقريبا وشي حبات قلال في الزرق، هادو كيبقاو لكم 140 درهم. بالنسبه للتريكوات ديال الطاليان حتى هما الاخوان، هاد التريكو هذا يعني بلا ما نبقى نحل ونوري ونجبد باش ما نضيعش لكم الوقت، راه كاين واحد الفيديو غتلقاو فيه سلعه ايطاليه، سلعه الطاليان راه دخلات، غتلقاو فيها التريكو وهاد التريكو وغتلقاو فيها التريكو هذا وهاد الموديل هذا، دخلوا شوفوه مزيان. هادو كيبقاو لكم الاخوان 170 درهم. بالنسبه لهاد سبرينغفيلد هاد لامارك هادي اللي هي مليحه ومعروفه كتبقى لكم 130 درهم وسلعه مليحه وزوينه، عقلوا معايا مزيان. عندنا هنا القبيات ديال جاكان جونز كما كتشوفوا، هادو قبيات جاكان جونز غادي نوريهم لكم ملبوسين باش تعرفوا كل شيء ان شاء الله على السلعه. هما هادو اللي كتشوفوا الاخوان، هادو هما القبيات اللي دويت لكم عليهم جاكان جونز، كيبقاو مختلفين غير في الالوان اشكال ديالهم. اوكي غادي نمشيو هنا الاخوان بالنسبه لهاد لافيست، هادي راه اوريجينال لافيست سخونه مليحه، وغادي نمشي نوريها لكم ملبوسه باش تشوفوا اللبسه ديالها. جاتكم بواحد الثمن اللي هو زوين صراحه، الثمن اللي هو مناسب كما كتشوفوا الاخوان. الفيست اللي هي مليحه الاخوان وناضيه، هذيك الاخوان درنا لها 400 درهم ثمن مناسب. شنو اللي باقي عندنا؟ عندنا هاد القويمجات هادو اللي هما اوريجينال راه خديتوهم من عندنا، بقى فيهم غير السيال والبلو مارين ديالها، هادو 150 درهم. جليات الاخوان، جليات الناس اللي خداو من عندنا راه جربوهم وشافوهم كي دايرين، هادو سلعه ديال شينوا ولكن كيدخلوا على طريق اوروبا، كيدخلوا من اسبانيا هادو، وسلعه ناضيه ومليحه. واللي بغى يشوف يتاكد مزيان ويشوف الفيديو راه غتلقاوه عشاق جليات دودون، دخلوا وشوفوا مع راساتكم السلعه كي دايره. هادو درنا ليهم الاخوان 190 درهم، العشاق ديال جاكيت دودون ديال شينوا، هادو اللي كتشوفوا دابا فيهم هادو بلا قب كيف ما كتشوفوا، وكاين هادي بالقب، هادو ديال شينوا هادو الاخوان كيبقاو لكم 260 درهم، ومو هادو اللي بالقب كيف ما كتشوفوا، وهادو ورقه واحده ما كيتفشوا ما والو 260. وهادو للكوبي ديال بلجيكا، هادو كوبي مصوبين في بلجيكا، هادو كيبقاو 250 درهم. وعداكو تغلطوا ما بين هاد السلعه والسلعه ديال السوق ديال المعامل، هذيك ديال 99 درهم ولا 129 ولا هادي، هادي لا علاقه معاهم الاخوان، هادي سلعه الكاليتي والطوب الاخوان، وما كتفش ما والو، غير باش تعرفوا. هادشي للتاكيد الاخوان، والله يسهل على الجميع، حنا ما عندنا غرض بهذيك، غير باش تعرفوا كمعلومه الفرق ما بين السلعه والسلعه. بالنسبه للجاكيت ديال الجينه الاخوان هذه درنا ليها 250 درهم، جا
جاكيطة اللي زوينة نقية ومليحة. اشنو بقى هنا الاخوان بالنسبة لهاد السليعة هادي الهود قام اللي كتشوفوا فيها هاد الموديل، فيها هاد الموديل هذا وفيها هاد الموديل هذا. هادو درنا اليوم الاخوان 200 درهم، كانوا واصلين 450 درهم وما بقاش فيهم بزاف، يعني بقات فيهم واحد العدد اللي هو قليل. ايوا نتمنى الخير للجميع. بالنسبة لهاد الشوميزة هادي ديال الجين اللي فيها الجرين جرينوار وفيها الزرقة ديالها ديسكوارد، الزرقة ديالها هي هادي. الثمن درنا لها 190 درهم ولكن لبستها خطيرة، اللبسة ديالها ناضية وزوينة. نوريها لكم ملبوسة الإخوان، هانتوما راه ملبساني مع الجيلي اللي وريتكم. إيفازي مليحة ونقية. جاكيطة الإخوان ديال الجين زارا اللي هي أوريجينال اللي كتشوفوا، كتبقى لكم هذه 250 درهم، حتى هي فورير. هانتوما باش تشوفوها مزيان كلها مبطنة، وهذه راه أوريجينال الإخوان. السيرفيطة المعلومة واللي بقات فيها شي حاجة قليلة فيها الكري وفيها هذا الكحل هذا 200 درهم. جاكيطة الهود قام اللي هدرت معكم عليها، شوفوا لي في الصالة ديالها، شوفوا لي خدمة، 200 درهم. الدودونة اللي وريتكم قبيلة ديال بلجيكا، الكوبي ديال بلجيكا كما كتشوفوا 250 درهم. جيلي زارا هذا كما كتشوفوا اوريجينال 300 درهم. وهاد لي كابيتش هادو، هاد لي ملبوسه دابا اللي كتشوفوا ديال شينوا مليحه الطوب خطيره. اجي نوريكم الالوان ديالها اللي باقين، المارو ديالها، الكري ديالها والخضير ديالها، شي حاجه مليحه وناضيه. درنا لهم 280 درهم. وعندنا الجاكيطه اللي لابس انا دابا، هاد الجاكيطه هادي نمشيو نشوفوا اللبسه ديالها حتى هي، نشوفوها كي دايره في الخدمه. هي هادي الاخوان، شوفوا لي اللبسه كي دايره، السروي البارا حتى هو. هادي الاخوان درنا ليها 450 درهم الجاكيطه. اوكي القبيات اللي دوت لكم عليهم قبيله، جاكان جونس هي ملبوسه كيف ما كتشوفوا، وفيهم طبعات وكل اللي فيهم جيوبه هنا، هادي سامبل ما فيهاش جي. اوكي السروال زارا اللي دوز معكم عليه، وعندنا هاد الجواكيطه هادي اللي هي فورير حتى هي، هادي بلاك هنا في الضو راه كتبان لكم بحال الكري، هي راه كري نوار ولكن مغلوقه شويه، 270 درهم. هاد السيرفيطه هادي ما بقاتش، بقات غير بياسه، المهم بلا ما ندور عليها. هاد الكابيتش هي ما بقاتش، هادي باقين فيها جوج الالوان، وعندنا هادي باقين فيها حتى هي جوج الالوان، هادو دايرين 300 درهم الاخوان. وعندنا هاد التويشيه هادي اللي هي سويت كول باطو، سويت كول باطو كيف ما كتشوفوا خطير، بياسه خطيره وديال فرنسا، هادي كتبقى لكم 150 درهم. عقلوا معايا راه دايره الثمن دايره شي ما بين 30 حتى 35 اورو الثمن ديالها. والموديلات ديال السيرفيطا، ديال القبيه، ديال الستارتيره، الستارتيره المعلومه اللي كنا درنا لها 170 درهم، القبيه 150 درهم، السيرفيطا 200 درهم، هادي الكري اللي وريتكم قبيله. سيرفيطا لاكوست هما هادو، لاكوست اللي كتشوف فيهم الكحل وبقى فيهم الكري، طبعا بالبيستاج 330 درهم. هادو الاخوان ما بقاوش عندنا، بقاو عندنا فيهم غير الكرون تايب، بقات فيهم هاد الدوبل والتريبل، الناس ديال الدوبل والناس ديال التريبل كما كتشوفوا. الكرون تايب 250 درهم. وعندنا هاد المونطوني هادو معلومين، هادو بقاو فيهم غير السمول، كلهم سمول الا هاد البوردو هادي اللي باقا فيها اللارج، 350 درهم. اوكي وعندنا هاد السويت هادو ديال زارا، هادو اوريجينال الاخوان، هادو زارا شي حاجه مليحه، ستيل زوين. لي طايلي بقى فيهم غير الميديوم، وكتبقى لكم 130 درهم. قويم جات لا مارك ايطاليه، ماركه طاليان، بقى فيهم سمول ميديوم لارج اكس لارج واقيلا، درنا لهم 200 درهم الاخوان. وهادي السلعه ديال اليوم لي كابيتش هما هادو اللي وريتكم ملبوسين، كلشي زوين. لي سويت ديال البلاد اللي قلت لكم قبيله ديال 100 درهم هما هادو، البولو ديالها هي هادي، ولكن راه خدمه نقيه، راه السوق
باش ما تحقروش السليعه وصافي. ايوا هذا هو اللي كاين اليوم ان شاء الله. بالنسبه للجيلي اللي وريتكم في الاول راه فيه العدد اللي بغيتو بالنسبه للناس ديال الجمله وبالنسبه للناس ديال التقسيط راه حنا درنا لهم 250 درهم جيلي المعلوم. نقلبوا عليه حتى هو ها هو اللي تذكير الاخوه. هاد الارماني هذا هاد الزوين هاد الاناقه هادي 250 درهم ولكن راك لابس الاوريجينال. انا ما كنهضرش بهذه الكلمه ديال راه اوريجينال ولكن لا لابسو راك لابس بحال لابس اوريجينال ما يدخلكش الشك فيه كاع نهائيا وبياسة مليحه هو ولي بالقب ديالو زوين نقي. وهذا الاخوان ناضي مليح. المهم الاخوان شفنا جيليات بخصوص الناس ديال الجمله وحتى الناس ديال التقسيط حتى هو خصصنا لهم واحد العدد اللي درنا ليه 250 درهم اللي طاي كاملين. انا الغرض عندي الاخوان درت لكم التتمه ديال الحلقه اللي فاتت شفتوا جميع لي زارتيكل ديال المحل وربما راه نسيت لكم شي حاجه اخرى ولكن ما بغيتش نطول لكم الفيديو بزاف خليوها حتى لشي فيديو اخر الا جابتها الوقت ونكمل لكم ان شاء الله سليعه. انا الغرض عندي هو تكون شي حاجه جديده نلوحها لكم انتم الاولين. المهم الاخوان تكونوا تمتعتوا بهذه الدوره هذه. للتذكير الاخوان الناس اللي اول مره كيلتحقوا بنا على القناه تابونوا عندنا في القناه ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وما تنساوناش من لايك. وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو الاخوان. كان معكم عبد الواحد من قناه جاري برو. اخر الكلام واجمل ختام والصلاه على الحبيب عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم.